الويبلت ترانسفورم نقدر نستخدمه بمجال واسع بالإيمج أبليكيشن، تشمل الإيمج أند الفيديو كومبريشن، عمليات ضغط الصورة والفيديوهات، بالفيتشر ديتكشن والريكوجنيشن، عمليات استخراج الفيتشرز من الصورة وعملية الريكوجنيشن تمييز، الإيمج نويزنج إزالة النويزز من الإيمج، وبالفيس ريكوجنيشن في عمليات تمييز الوجوه. احنا حناخذ بعض التطبيقات ونشوف شلون تطبق بالويبلت ترانسفورم. هسه الويبلت بيزد ايج ديتكشن، واحدة من الشغلات اللي نستخدمها اللي هو شنو هو اللي هو الويبلت بيزد ايج ديتكشن، وهو سوى عملية ديتكشنز المن للايجز الحواف اللي موجودة بالصورة. شوفوا طلاب هنا، لو عدنا هاي الصورة نلاحظها قدامنا وطبقنا عليها 1 level للديكومبوزيشن، هذا level 1 من الشكل مالته مقسم الأربع أجزاء، لو levelين هنا حنشوف هذا هم مالتين level مقسم إلى أربع أجزاء أخرى. أوكي، إيش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ أنه شوفوا الطلاب هنا، يا ريت تكون واضحة، حنلاحظ أنه شوف هنا مكتوبة أيضا عندنا أنه ال HL أو ال High Low Sub Band للأبر رايت، هذا الأبر رايت مالتي زين، يمثل لي الهوريزونتال ايجز، شوفوا يحتوي على كل الحواف الهوريزونتال الأفقية، شوفوا أظهر لي شكو حافة أفقية من هاي الصورة، أوكي هوريزونتال ايجز، بينما هذا السب باند الآخر اللي هو من هو اللي هو سميناه ال L high، أوكي الL high يحتوي على شنو؟ يحتوي على كل الـ vertical ages، أوكي؟ يحتوي على الـ vertical ages. زين، نقدر نستفاد أنه أنا أدمج الـ HL ويا الـ LH حتى أظهر كل الحواف، كل الـ ages الموجودة بالصورة بصورة واحدة فقط، فحتى ننفذ هاي العملية to combine this information into signal age image إلى صورة واحدة تظهر كل الحواف مصورة، مو الهوريزونتال واحد والفيرتيكال واحد، شو نسوي؟ نصفر ال LL sub band، هذا نسميه هذا ال LL، هذا ال LL sub band نصفره، اوكي؟ وبعدين نحسب الانفيرس ترانسفورم ونحصل على صورة بها الحواف مالتها تكون واضحة، و شوفوا هنا ظهرت لنا هاي الصورة، هنا صفرنا. صفرنا الـ LR، أوكي بقينا بس هذني، سوينا عملية inverse transformation، طلعت لي هاي الصورة تحتوي على كل الحواف مالت. طبعاً هاي نستفاد منها، سيقول لي وين نستخدم الـ Age Detection لعمليات أو أغراض الـ Feature Extractions، يعني أشياء متعلقة باستخراج الخواص مالت الصورة. زين، واحد من التطبيقات أيضاً اللي هو الـ Image Denoising، اللي هو إزالة النويزنج من الإيمج، نختار فتش فلتر، أول خطوة نختار فتش فلتر مناسب مثل الهار، وعدد الليفلز اللي إحنا نريد نسوي عملية ديكومبوزيشن، ونطبق 2D ويفلت ترانسفورم على النويزي إيمج. زين، ورا ما سوينا هذا الشيء، قسمنا الصورة سوينا على ديكومبوزيشن، شو نسوي؟ نسوي ثريشولد، نسوي ثريشولد الكل النون LL subbands. شن هي النون LL؟ اللي هي ال HL وال LH وال HH، نسوي لها عملية threshelding، أوكي؟ وراح نطبق ال inverse transform، راح تزال كل النويزز من الصورة، شوفوا هاي الصورة بيها نويزنج، أوكي؟ طبقنا عليها، إيش كم level هنا مطبقين؟ مطبقين 2 level، هذا ال level الأول أو الأربع مربعات الكبيرة، وهذا الليفل الثاني أو المربعات الصغيرة، أوكي؟ طبقنا عليها 2 level wavelet transform. هسه شو راح نسوي؟ نسوي عملية 3 shot لكل النون LL subbands، هنا أنا مختار 3 shot 85، أوكي؟ بعدين نطبق شنو؟ ال inverse wavelet transform على هذا ال LL subband، وش يسوي؟ يرجع الصورة من جديد
على ال LL طبعا والموديفايد نون LL زين راح يرجع لنا صورة من جديد. ظهرت الصورة قلت النويزز اللي موجودة بالصورة مثل ما نلاحظ. فنلاحظ انه النويز ريدكشن قل النويز ولكن lose of quality at image ages ولكن الحواف مات الصورة الكواليتي مالتها قل. زين حتى نتجاوز هاي المشكلة زين مات اللوز ال age detail احنا شو راح نسوي؟ نقدر نسوي zero لكل ال non LL subband اللي موجودة بال first decomposition level ونصفر ايضا ال HH subband اللي موجود بال second level ونطبق ال inverse transform. اوكي فنحصل على الايمج بصورة اكثر وضوحا والحواف مالتها تكون ظاهرة اكثر. يعني حتى مرة اخرى نوخر او نتجاوز مسألة فقدان الحواف lose mat ages detail نقدر نقللها عن طريق انه اصفر كل النون LL subband بالفيرست decomposition. هذا الفيرست decomposition هذول النون LL هذا ما اعرف اذا الماوس يبين هذا وهذا هذين نصفرهم وال HH هذا بالسكن كذلك نصفره. اوكي وسوي عملية شنو؟ سوي عملية inverse transformation راح تظهر الصورة بشكل اوضح. اوكي ان شاء الله واضحة طلاب هاي المحاضرة.